الحقيقة بتدور حواليه كلام كتير الأيام دي، واتكلمنا على شوية حاجات المرات اللي فاتت. كل اللي عايز أقوله لحضراتكم النهاردة شوية أفكار نفكر فيها مع بعض وندخل فيها بشوية عمق، مش هتكلم عنها من الكتاب المقدس. أنا تركيزي دلوقتي هيكون فقط الفكر اللي بيقوله مؤيد نظرية التطور، هل صفر فكر صحيح ولا لا؟ أيوة أستاذ بوب، بوب كاتب سفر الخروج هو موسى، وحأدي لحضرتك الأدلة بالتفصيل إن شاء ربنا ودبر المرة الجاية. بالفعل أستاذي حبيبي يسوع، يعني عبارة عن مقدمة أو شوية أفكار نفكر فيها. مؤيد نظرية التطور اللي بيؤمنوا بعدم وجود إله خالق، اللي بيؤمنوا بفكر العبثية أو الصدفة، إن كل شيء وجد بالصدفة، الكون وجد بالصدفة، وكائن حي وجد بالصدفة، وهذا الكائن تطور لغاية ما وصل الإنسان. في البداية أحب أوضح بعض الإطارات الأفكار. طبعا في ناس اللي هم الكلام ده موجه للناس الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله، لأن في بعض الأفكار التانية ممكن نناقشها في مرات تانية، اللي هم اللا أدريين، اللي هم بيقولوا مش عارفين في إله ولا مفيش، فهم المحايدين مش مهتمين يعرف، لا هو بيهاجم ويقول بتأكيد ما فيش إله، ولا هو بفعلا بيقول يؤمن بوجود الله، ده اللي هو لا أدري. والبعض طبعا الصيغ العامة اللي هم بيؤمنوا بوجود الله بأديان مختلفة آسف، لكن في بعضهم بيؤمن بأفكار غريبة، بيؤمن بالإله الذي خلق الكون وتركه لوحده، في البعض بيؤمن بالإله غير كامل القدرة اللي خلق بالفعل الكون لكن هو ليس إله مكتمل، وفي البعض اللي بيؤمن بتعدد الآلهة. الحقيقة المجموعات دي كلها مش هتكلم عليها دلوقتي، ده بالإضافة للأديان المختلفة. أنا كلامي دلوقتي موجه للفكر اللي بيقولوا لا يوجد إله. طيب البداية بيقولوا ان التطور بدأ بكائن وجد بالصدفة وحيد الخلية لغاية ما وصل من التطور ان هو يبقى انسان كامل. وانا الحقيقة ما بحبش اقفز معاهم في الفكر الفلسفي بتاعهم لغاية النهاية، وابدأ من النهاية اللي هو الانسان الذي وجد بالصدفة بنتيجة التطور. انا بحب اخدها من البداية. لا استاذ سوري، استاذنا صفوة استاذنا الكبير، لا طبعا مش، لا الكلام اللي حضرتك بتقوله خطأ. anyway خلونا نركز في الموضوع بتاعه. في ناس بتقول عندي اثنين، وفي ناس بتقول لي good voice، فهل عندي صوت كويس ولا صوت وحش؟ في cutting voice. طب انا مش عارف ايه اللي حصل، تحب اعمل restart وارجع؟ صوت كويس، طيب اشكر ربنا، شكرا أستاذ الحبيب، لا I'm really good. طيب فخلوني أنا عايز أبتديها بالفكر بتاعهم من البداية، اللي بيقول إن صدفة طلعت وحيد الخلية، وحيد الخلية اللي بدأ يتطور لغاية ما وصل لأكثر كائن تعقيدا اللي هو الكائن العاقل اللي هو الإنسان. فأنا عايز أبتديها من البداية. اللي بيفترض إن هناك مواد عضوية. يعني ايه مواد عضوية؟ الكائن الحي ده وحيد الخلية مكون من ايه؟ مكون من بروتينات، دهون، كربوهيدرات اللي هو النشويات، وكل التكوين ده مكون من حاجات فيه، يعني البروتينات متدخلة فيه احماض امينية اللي هي امينو اسيدز، الدهون داخلة فيها الفاتي اسيدز او الاحماض الدهنية، والنشويات داخل فيه السكريات الاحادية. كويس، ازاي الكائن الاولاني اللي تكون بالصدفة بدون هذه المكونات؟ وارجو ان حضراتكم تركزوا معايا لان الموضوع ده هيحتاج شوية تركيز لو تسمحوا لي. ازاي كائن او خلية تتكون بالصدفة وأنا ما عنديش لا دهون ولا بروتينات ولا
نشويات تكون الخلية. ازاي يتكون؟ حد عنده إجابة؟ البعض جاوب وقال بالصدفة اتكونوا وتكون منهم الخلية الأولانية. والحقيقة دي كارثة اللي يتقال. ليه؟ ازاي يتجمع كربون واكسجين وهيدروجين بحيث يكونوا الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والسكريات؟ ازاي دول علشان يحصلوا شبه مستحيل يتكونوا لنفسهم؟ فأنا ببدأ من البداية. أنا بتكلم اللي بنحصي أصول الكائنات، أنا بكل أصول الكائنات بترجع أن في كائن أحادي الخلية اتكون وابتدى يكثر ويتطور وبقي ثناء الخلية عديد الخلايا، تنوع لأنواع كتيرة جدا، ومن الأنواع الكتيرة جدا وصل التطور لغاية الحيوانات المختلفة والإنسان. طب أنا بتكلم على وحيد الخلية دلوقتي اللي أول خلية تكونت قبل مرحلة التطور. إزاي تكونت؟ هل عقليا وعلميا تنفع تتطور؟ لأنه سامحوني لما بيجي حد ملحد يتكلم معاكم في التعبير الدارج بياخدكم في الكلام، بيبتدي لكم من النهاية. القرد اتطور الإنسان وعندي أدلة. طب إزاي؟ والقرد جه من فين؟ جه من سمكة، والسمكة جت من فين؟ من عديد الخلايا وحيد الخلية. طب وحيد الخلية جه من فين؟ بالصدفة. طب تعالى نمسك في الصدفة دي اللي كونت وحيد الخلية، وبعد كده نبتدي نتكلم في التطور علشان ما يجيبلكش من الآخر ويبتدي يتوهك في بعض الكلام اللي بيتقال ما بين نظريات فلسفية ونظريات علمية أو فرضيات علمية بدون أدلة. خلونا نتكلم. بيقولوا ان بركان او انفجار او حاجات مختلفة او انشطة اشعاعية او غيرها هي اللي كونت المركبات العضوية. كلام ده علميا صحيح، اقدر اقول لكم وبكل ثقة خطأ. المكونات دي لو في بركان يدمر المركبات العضوية ده لو وجدت، لو في اشعاع يدمر المركبات العضوية ده لو وجدت. فالحاجات اللي بيقولوا عليها ان مفروض تكون المركبات العضوية اللي تكون منها الخلية الاولانية بالصدفة، الحقيقة الكلام ده كده. كل الحاجات اللي بيقولوا هي ممكن تكون السبب في تكوين المواد دي هي قوة تبوظ وتفسد المواد العضوية مش تكونها. والفرضية اللي بيقولوها دي لا يوجد عليها دليل. الكربون ما بيبقاش موجود مستقل، ولا الهيدروجين ولا الأكسجين، محتاج كائن يجمعهم في مركبات عضوية. والمركبات العضوية ما بتوجدش بنفسها، يعني بعض المركبات البسيطة زي الأمونيا حتى دي محتاجة كائن حي يطلعها. فالنظرية دي هم بيسموها الأحاديات. يعني إيه الأحاديات؟ يعني صدفة وحيدة حصلت كونت مركبات عضوية، صدفة وحيدة حصلت كونت خلية، صدفة وحيدة حصلت خلت الخلية دي تتطور. الحقيقة ده ضد أبسط قواعد العلم اللي تتكلم على المتكررات وليس الأحاديات. يعني لو أنا عندي حاجة، عندي سبب عندي نتيجة، بدون سبب مفيش نتيجة، والمفروض علميا بتكرر السبب تتكرر النتيجة. يعني كل ما هنفخ الورق اللي قدامي هتتحرك، في سبب أدى لتحرك الورق، بدون سبب ما تتحركش الورقة، وبتكرار السبب يتكرر النتيجة. اللي بيقولوا الأحادية يعني سبب مرة واحدة نتيجة مرة واحدة لا يتكرر، ده علميا مرفوض.
وده ضد كل حاجة اسمها تجربة علمية وتكرار النتائج. اللي فهمني لغاية دلوقتي يكتب لي واحد، اللي مش فهمني يكتب لي اتنين وعد أو يكتب لي خمسة وعدها مرة تانية. طيب أشكر حضراتكم جدا. هفترض ان انا في صدفة حصلت كونت مركب عضوي بسيط، كونت حمض نووي، اسف حمض امينو اسيد، حمض اميني بسيط. طبعا ده مستحيل. ليه مستحيل؟ لان انا عشان اكون حاليا في الطبيعة هات كربونات زي ما انت عايز، هات اكسجين زي ما انت عايز، هات هيدروجين زي ما انت عايز، حطهم مع بعض واستخدم اي طاقة عايزها، ليزر، اشعاع اشعاع نووي، بركان، حرارة، ضغط، عشان يكونوا لك مركب حمض اميني بسيط. مستحيل. وبقول لأي حد اتحدى بدون أدوات المعمل المعروفة والمحفزات والقوى العقلية اللي بنستخدمها أو كائنات حية، عندك أكسجين وكربون وفوسفور وهيدروجين، خدهم وعملهم مع بعض حمض أميني بدون أي أدوات معملية. الناس اللي درسة كيمياء، هل ده ينفع؟ أو بيولوجي أو بيو كيمستري، هل ده ينفع؟ هل حد سمع ان انا ممكن من شوية كربون واكسجين وهيدروجين وممكن احط عليهم فسفور او غيره بدون اي محفزات منظمة، بدون او كائن حي او بدون معمل، اقدر اعمله حمض اميني؟ يبقى ازاي وجدت الاحماض الامينية البسيطة؟ يبقى الاحماض الامينية اللي بيقولوا عليها كونت بالصدفة هي مستحيلة، ولكن هتنازل عن الاستحالة، هقول ان حصلت مليون صدفة وواحدة منهم ليزر خبط ولا شعاع خبط ولا اشعة، حصلت باي شكل من الاشكال، كونت بالصدفة البحتة حمض اميني، وده مستحيل المستحيلات، ولكن هقبله. مليون صدفة، طيب انا اتكون عندي حمض اميني بالصدفة، لو عندي حمض أميني تكون بالصدفة، طب أنا ما بينفعش عندي حمض أميني يكون كائن حي، محتاج يتربط مع بعض في سلسلة يكون بروتين، لأن البروتينات هي عبارة عن أحماض أمينية مترتبة بترتيب ذكي وعاقل، ترتيب محسوب. هيقولوا بالصدفة الأحماض الأمينية اللي تكونت بالصدفة المستحيلة بالصدفة اتجمعت مع بعض وكونت بروتينات، ازاي الصدفة الغريبة دي؟ يعني احتاجت مليون صدفة مستحيلة عشان تكون احماض امينية، محتاج كمان مليون مليون صدفة مستحيلة تانية علشان تتجمع الاحماض الامينية مع بعض في بروتين. وبالصدفة كمان، والصدف دي غريبة، اللي بتحصل في نفس المكان، يعني انا افترضت ان عندي ملايين الملايين من الصدف اتكونت مركبات عضوية احماض امينية بسيطة، بس الصدف دي لازم يحصلوا كلهم في مكان واحد، لان انا لو عندي حمض امين يتكون هنا وحمض امين يتكون في غرب افريقيا وحمض امين يتكون في استراليا بالصدفة، اتجمعوا ازاي مع بعض عشان يجمعوا بروتين؟ ده مستحيل. فأنا بفترض ملايين الملايين من الصدف العبثية المستحيلة حصلت علشان يتجمع الأحماض، تتكون أحماض أمينية مختلفة متجمعة في مكان واحد وفي زمن واحد، ودول مستحيل. ياريت الناس الذين لا يؤمنون بوجود الله ويؤمنوا بفرضية العبثية أو الصدفة يكتبوا الحاجات دي، ولو يعرفوا يردوا عليا فيها يعلموني، أبقى مستفيد جدا من كلامهم.
بعد كده الصدف الغريبة الكثيرة المستحيلة اللي حصلت في وقت واحد وفي مكان واحد عشان يكونوا بروتين، محتاجهم يتكرروا تاني بنفس الطريقة ملايين الملايين من المرات الصدف دي علشان تصدف معاهم ويكونوا بروتين تاني، لأن الكائن الأولاني مش وحيد البروتين، ده أنواع بروتينات كتيرة فيه، ومطلوب الصدف دي تتكرر تاني وتاني وتاني وملايين الملايين الملايين من المرات من الصدف المستحيلة في مكان واحد وفي زمان واحد عشان تكون بروتين تالت، وهكذا 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 لغاية مجمع البروتينات المناسبة يبدأ منها كائن حي. هل ده يعقل؟ وتخيلوا بنفس المقدار محتاج الصدف التانية اللي تتكرر بأسلوب مستحيل ملايين الملايين 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 من المرات في نفس المكان وفي نفس الزمان علشان يتكون الدهون، وبنفس الطريقة بالصدف المستحيلة الكثيرة جدا الملايين من الملايين من المرات في نفس المكان وفي نفس الزمان تكون ايه؟ النشويات، وتبتدي تحصل صدف أعجب وأعجب وأعجب منهم، تجمع البروتينات مع النشويات مع الدهون فيما يسمى بخلية واحدة بمية نسبتها 75%، وتبقى السيتوبلازم. حد يقدر يقول لي ده يتم ازاي بمقياس علمي لغاية ما اوصل للسيتوبلازم؟ واخدين بال حضراتكم؟ فاللي بيبتلكم من الاخر يقول لكم القرد اتطور لانسان، قول له معلش لا استنى خطوة، الخلية الاولانية بدأت الحياة ازاي؟ دي المشكلة، بدأت ازاي؟ وصلت السيتوبلازم ازاي؟ السيتوبلازم ميت مش حي حتى، لسه ما تكلمش على الحياة. وصلت السيتوبلازم اللي هو الاساسي بتاع الخلية الاولى ازاي؟ خبط صخور في بعض لما تشبع طلع لي حمض اميني. هات اشعاع اللي انت عايزه ولا اعمل البراكين اللي انت عايزها وطلع لي حمض اميني، هتعمله ازاي عشان توصل للسيتوبلازم؟ تقريبا عشان الصدف دي تحصل محتاجها 10^25 مليون صدفة علشان يطلع عندي المركبات العضوية في أماكن متفرقة، ده مش في مكان واحد ومش زمان واحد. اللي فهمني يكتب لي 7، اللي ما فهمنيش يكتب لي 5 وعيدها تاني، ودي حاجة مهمة أساسية. فبداية القصيدة كفر، اللي يقول إن الكائن الأولي يتكون بالصدفة ده كفر، ده خطأ علمي، ده نظريا مستحيل وعمليا مستحيل وفرضية لا تعقل ولا يطبق عليها مقاييس. قالوها بالظبط تشبه ايه؟ تكوين السيتوبلازم الميت لسه دوبك مواد عضوية، زي ما ترمي احرف في الهواء كتيرة جدا تنزل على الارض قاموس لغوي كامل بملايين الكلمات بدون خطأ، او قالوا تشبيه تاني زي ما تخلي قرد ينقل مثلا نسخة من الكتاب المقدس ملايين المرات بدون خطأ في حرف واحد. دولة لا يساوي صدفة حدوث السيتوبلازم. الحاجة التانية، اتكون مواد السيتوبلازم اللي قلت لحضراتكم عليها الميتة، حصلت الصدف الغريبة دي كلها ملايين الملايين ملايين، وافضل اعد للصبح كلمة ملايين من المرات لغاية ما تجمع كلهم مع بعض وكونوا السيتوبلازم. طيب حاضر، اللي بيقول اللي طالب الموضوع تاني، السيتوبلازم بتاع اي خلية حية ده متكون من ايه؟ من دهون وبروتينات
نشويات. الدهون متكونة من إيه؟ من أحماض دهنية، والبروتينات متكونة من أحماض أمينية، والنشويات متكونة من أحماض من سكريات أحادية أو ثنائية طبعا. طيب دول اتكونوا إزاي؟ دول مركبات عضوية، ما تجيش بالصدفة. المركبات العضوية دي اتكونت إزاي؟ كان في معمل زمان، الصخور عاملة معامل مع بعض وبتجمع أحماض أمينية. البركان ما ينفعش، الشعاع ما ينفعش، الشمس ما تنفعش، الطاقات الطبيعية كلها الموجودة ما تنفعش تبوظهم، مش تنصنعهم. يعملوا ايه؟ يكونوا ازاي؟ ولو اتكونوا اتجمعوا مع بعض ازاي في نفس الوقت؟ ولو اتجمعوا مع بعض في نفس الوقت اتكونوا في سيتوبلازم ازاي؟ والغريب والاعجب والاعجب، حصلت صدفة لا تعقل. احاطت السيتوبلازم اللي اتكون ده وهو لسه ميت بغلاف، اللي هو ما يسمى بالسيل وول او غلاف الخلية، علشان يفضل مترابط مع بعض. طب حد يفسر لي ازاي المواد اللي جمعتها مع اللي اتجمعت بالصدفة دي مع بعض اتحاطت بجدار خلية علشان تبقى خلية متماسكة واحدة؟ رغم دلوقتي وصلنا لاحتماليات مستحيلة، ولكن هقبل كل اللي انا قلته مستحيل، هقبل ان هو حصل. صدف عدد لا نهائي مستحيلة جمعت احماض امينية واحماض دهنية وسكريات، وصدف مستحيلة حصلت مع بعض في نفس الزمان وفي نفس المكان، جمعوهم مع بعض خلوهم دهون وبروتينات ونشويات، وصدف مستحيلة جمعتهم مع بعض في سيتوبلازم، وصدف مستحيلة كتيرة جدا عملت حواليهم سلور. ماشي، ايه اللي خلى الكائن ده حي؟ يا ترى ايه نوع الصدفة اللي حولت المواد الميتة دي كلها، مواد عضوية بدون حياة، لكائن حي، والخلية دي تدب فيها الروح؟ وعندك بلاش تعمل الصدف الغريبة دي، حوفر لك بلايين البلايين من الصدف. هات اي خلية ميتة وخليها تدب فيها الروح، وفرت لك كمية من المجهود تحتاج تفسرها مش هتقدر، بخطوة بسيطة جدا. خد خلية ميتة خلاص متجمع فيها سيتوبلازم ومتجمع فيها سيل وول، وديها حياة في المعمل، بلاش بالصدفة. ليزر، شعاع، سنتريفيجيشن، تبريد وتسخين مرة واحدة، اللي هو لغاية درجة حرارة 4 فتسخن مرة واحدة ل 35، اللي هي الحاجات اللي بيقولوها، كل الحاجات دي كلها. خد انجوي خلية ميتة فيها السيتوبلازم جاهز، اللي تكون من بلايين الصدف، والسيل وول أو الغلاف الخلية تكون ببلايين الصدف جاهزة، وديها حياة. ما علينا، أدخل لحاجة تانية بعد كده. بعد كل المستحيلات اللي اتكلمت عليها، المستحيل الأصعب وهو النواة اللي تحمل الصفات الوراثية. اتكونت ازاي؟ بالصدفة ايضا، جوه الكائن الحي ده، جوه الكائن الميت اللي دبت فيه حياة، اتكونت ازاي؟ عارفين النواة اللي تحمل الصفات الوراثية، اللي يقولوا ان هي اتكونت بالصدفة دولة، سامحوني في الكلمة، بيستغبونا. ليه؟ تشبه مثال بسيط جدا، جبت شوية الوان ودلقتهم على بعض فطلعت لوحة زي لوحة الجيوكاندا، لوحة الموناليزا الرائعة لشخص حقيقي. الصدفة دي تحصل، وصدفة تكوين نواة جوه الخلية الأولانية مستحيلة. يعني ممكن أقبل إن واحد يجيب شوية ألوان يدلقهم على بعض وتطلع لوحة رائعة لشخص حي حقيقي، ولكن ما أقدرش أصدق ان تتكون نواة جوه الخلية. ليه انا بقول التشبيه ده؟ لان النواة تحمل الصفات الجينية للكائن الحي. طب مين رسم الصفات الجينية دي؟ اترسمت ازاي؟ بالصدفة، تطابق صفات هذا الكائن. فاهمين يا حضراتكم ما اقصد اقول ايه؟ وسيبكم من كل اللي قلته لغاية دلوقتي، هاجي لحاجة أنا بعتبرها أصعب وأصعب من كل اللي فات. لو كل اللي فات المستحيلات دي حصلت،
شوف المستحيل الجاي ده ازاي يحصل، وهو خبرة الحياة. يعني ايه خبرة الحياة؟ اللي احنا بنسميها الغريزة. الكائن الاولي اتولد، اي كائن فينا بيتولد بيجوع وياكل، واتعلم بالغريزة ان هو محتاج ياكل، واتعلم بالغريزة ان هو ما يعملش كذا عشان ما يموتش، لو ما اكلش هيموت. يا ترى من الذي اعطى هذه الخبرة لهذا الكائن الاولي اللي اتكون بالصدفة بتاعت المستحيلات؟ هيقولوا اتعلمها بالتجربة، وده الكلام اللي بيتقال. طيب نعقل مع بعض التجربة دي. الكائن عشان يتعلم ان هو لو ما كانش يموت محتاج يجرب، فما ياكلش فيموت. يعني الكائن الوحيد اللي اتكون عندي بهذه الصدف، واخيرا حصلت على كائن بصدفة او بالصدف الرهيبة دي كلها، الكائن ده جه عشان يتعلم ان هو لو ما كانش يموت فما كانش فمات، وكل الصدف باظت. ونبدأ في سلسلة الصدف مرة تانية علشان يتكون الكائن الاولي مرة تانية. وعلى فكرة الخبرة منتقلتش من اللي فات، من اللي مات، لسه هذا الكائن محتاج يتعلم مرة تانية ان هو لو ما كانش يموت فما يكونش فيموت. وانتهت الخبرة وتتكون الصدف تاني في كائن تاني ما عندهوش خبرة لسه، وعشان يتعلمها بالتجربة فيجرب فيموت. انتقال الخبرة ده مستحيل. اللي فهمني لغاية دلوقتي بالفعل يكتب لي 7، واللي ما فهمنيش في نقطة انتقال الخبرة يكتب لي 5. أشكر حضراتكم. أستاذ باسوزي، أرجو أن حضرتك ترفع إيدك وتشاركنا، لكن كلام حضرتك اللي تقول the most of DNA are junks ده كلام كارثة. فشل الإنسان حتى الآن في معرفة الشريط الوراثي الكامل وفك كل جينات ومعرفتها، ده ما يقولش ويتجرب يقول الـ DNA ده معظمه زبالة، ده احنا اللي مش فاهمين بعنا بقية الـ DNA. فعدم معرفتنا ومحدودية المعرفة ما خليناش نتجرأ على الـ DNA ده، احنا لسه لغاية دلوقتي مش عارفين نحل كل شفراته. بنقول عرفنا نفك شفرات الـ DNA بتاع الإنسان بالكامل، لكن في الحقيقة لا، مش كل حاجة. على فكرة انت بتكلم واحد اشتغل في الجينيتكس فعلا والبيوتكنولوجي بيده، فالكلام اللي انت هتتكلمه ده انت بقى بتتكلم في مجال تخصصي فترة زمنية طويلة. فعدم معرفتنا لكل وظائف الـ DNA ما نقدرش نقول عليه زبالة. اوكي، اشكر حضرتك جدا. فعند نقطة التجربة التي لا تنتقل من كائن لتاني، أنا وقفت خلاص عند سلسلة اللي بيقولوا عليها الارتقاء والتطور. أنا الكائن مش عارف يتعلم، لأنه لما هيجي يتعلم هيموت، فمحتاج من مرة تانية يبتدي يتكون بالصدف عشان يتعلم، وهكذا. بالإضافة ده مش في موضوع الأكل بس، ده في موضوع الشرب، في موضوع التكاثر. عشان يتعلم هو محتاج يتكاثر، عشان يستمر محتاج يجرب مرة ما يتكسرش فيموت. فبعدم تكاثره مات. طب يتعلم ازاي وهو ميت؟ فاهمين النقطة دي؟ فدي ممكن نقعد نتكلم فيها للصبح، موضوع الخبرة. ولن يحصل عليها الكائن الحي إلا بوجود خالق ذكي، خالق عاقل حكيم يديله الخبرة من البداية. ولكن برضو مش موضوعنا دلوقتي، هكمل في سلسلة المستحيلات. ثم وصلت لغاية الكائن ده اللي هيبتدي ينقل خبرته من جيل لجيل، رغم ان هو علشان يكتسب الخبرة دي معناها انه يكون فنى، ولكن هقبل. دايما الخبرة تأتي من الأعلى للأقل، وتأتي من الحكيم للأقل حكمة. فكيف كائن غير عاقل غير حكيم ياخد الحكمة من ذاته؟
واقفل النقطة دي وادخل النقطة تانية. الكائن ده تكون واكتسب الخبرة بطريقة مستحيلة، ووحيد الخلية ده اللي قاعد دلوقتي خلاص اكتسب الخبرة، عايز ياكل، يجيب مواد عضوية منين ياكلها، وهو المواد العضوية اللي كونته كانت بالصدفة. صدفة برضو، صدفة عجيبة، ابتدى يتعلم بيها ان هو ياكل المواد العضوية ما ياكلش الذرات المعدنية. نعديها صدفة. عايز يتكاثر، اتعلم من فين التكاثر، جاب الخبرة التكاثر دي منين. فهل حد يقدر يجاوبني على سلسلة المستحيلات حتى الآن؟ ما هو مصدر الحياة وكيف حدثت المستحيلات؟ اللي هيجاوب ويقول للعلم ما اكتشفش كل حاجة، هقول له وقف عندك، لأن عندي مشكلة في الرد ده. ايه هو؟ انت تقبل العلم اللي ما اكتشفش، فأقدر اقول عليه لأنه لم يكتشف بعد فهو غيبي، فانت تقبل الغيبيات وترفض الإيمان بوجود الله اللي ليه أثار في كل مكان، ويرجع الملحد يتهمنا إحنا إن إحنا بنؤمن بالغيبيات وهو بيؤمن بالعلم، وهو الذي يؤمن بغيبيات العلم التي لم تكتشف بعد ويرفض وجود الله. قد يقول البعض طب ما الطبيعة بتنتج كريستالات مثلا أو حبوب ملحية أو غيره، ده اسمه أمر غير معبر، يعني أمر محدد متكرر غير معبر. أما مثلا عشان تحصل بوليمرز، ده أمر غير محدد غير متكرر غير معبر، وده أصعب. علشان يحصل تكوين حامض نووي، ده أمر محدد غير متكرر معبر لرسالة ذكية. فبدون وجود القوة الذكية، الله الخالق، مستحيل حدوث الأمور المعبرة الذكية. خلاص حوافق ان الكائن ده تكون بالطريقة العبثية الغريبة دي، ومكوناته اتجمعت مع بعض ودبت فيه الحياة وكونت له نواة وغلاف للخلية وتعلم وخبرة الحياة، وابتدى يكون عنده غريزة وابتدى ينقسم وبدأ التطور. التطور ده أهم يبدأ فيه الانتخاب، صح ولا أنا مغلطان؟ الانتخاب بيقول في قوة ذكية انتخبت الأكثر تطور. طب ما أنت بتعترف بوجود ذكاء، ليه لما أقول لك الخالق ذكي تقول لي لا، ولكن تيجي عند الانتخاب اللي محتاج ذكاء تقول أيوة في انتخاب ذكي؟ الانتخاب الطبيعي اللي مش هيفرق ما بين المتطور وغير متطور، فده ما يعرفش يختار كائن لتطور. بمعنى الانتخاب الطبيعي الغبي أو الغير ذكي أو الغير حكيم لا يعرف الهدف. طب هيوصل إليه إزاي؟ لو أنا قلت لك امشي، طب أروح فين؟ لازم أحدد لك مكان توصل له علشان تمشي إليه. لو أنت ما تعرفش اللي أنت رايح له فين، هتمشي إزاي وهتوصل له إزاي؟ وحيد الخلية يعرف ازاي ان عديد الخلايا افضل، فيتطور من مرحلة وحيد الخلية لثنائي الخلية. طب الانتخاب الطبيعي يعرفه من فين؟ ما الانتخاب الطبيعي غبي، غير حكيم، غير عاقل. شكرا على التعليق اللي كتب على التكست. كيف تعمل الطبيعة الغير عاقلة لتساعد هذا الكائن ليصف لهدف هو لا يعلمه ولا حتى بالخبرة؟
لأن الانتخاب محتاج إدراك ليختار الأفضل، وبدون إدراك عاقل لا يكون هناك انتخاب، أو الانتخاب يسموه انتخاب فاشل. مش بتكلم عن انتخابات مصر. فالانتخاب محتاج وسائل ذكية وطرق ذكية لتنفيذها. كيف كائن أقل يعرف وسائل ذكية أعلى منه ليرتقي إلى مرتبة أعلى يجهلها؟ والتطور ينتج كائن أكثر تعقد، أكثر تعقيدا، برضو حيأتي بالخبرة بتاعته من فين؟ للحفاظ على الحياة ومتطلباته الأكثر، لأن عديد الخلايا متطلباته أكثر من وحيد الخلية. طب هيعرف إزاي بالخبرة وهو ما عندوش فرصة الخبرة؟ التنوع محتاج ذكاء، لأن حتى لو هفترض أن في انتخاب طبيعي، الانتخاب الطبيعي قوة واحدة تنتج نتيجة واحدة، أو حاجة واحدة تنتج نتيجة، حدث لنتيجة. أن يكون نفس الحدث لنتيجة مختلفة ده مش معناه حاجة طبيعية، ده قوة مخالفة للطبيعة، علشان يكون في تنوع في الكائنات وحيدة الخلية وفي مملكة النبات وفي مملكة الحيوان. كويس. الحاجة العجيبة اللي بيقولوا الانتخاب الطبيعي ده ضد الطبيعة، دليلي الطبيعة دايما تعمل على التخلص من المخالف وليس على تثبيت المخالف. أي طبيعة، طبيعة الأرض، طبيعة الإنسان، طبيعة النباتات، دائما تسعى للتخلص من المخالف. وغريبة الطبيعة اللي بيدعوها دي الذكية الحكيمة هي اللي بتحافظ على المخالف، رغم أن من الطبيعي يتخلص من المخالف. نقطة تانية، وهي ما بسميها الكلب مكيالين. لو وجدوا علماء التطور علامة في السماء يقولوا ده كائنات فضائية ذكية وده مصدر الحياة، ده طبق طائر، ده غيره، جات أي حاجة يقولوا دي رسائل الذكية، يعني أي ظاهرة عجيبة يقولوا عليها وراءها ذكاء. يعني القاعدة مفروض بتقول أي حاجة مختلفة وراها قوة ذكية. عند الله يقول له لا، الحاجات الغريبة اللي بنشوفها دي ما وراهاش قوة ذكية، وده اللي بسميه الكلب مكيالين، لأن الكون ظاهرة عجيبة في حد ذاته. فأنت شفت شوية علامات صغيرة قلت دي وراها قوة ذكية، والكون أنت شايفه العجيب ده وتقول لا مش وراها حاجة ذكية. اللي يقول مصدر الحياة من كائنات تانية، هو عارفين كل اللي بيعمله ايه؟ بيتهرب من إجابة السؤال اللي مش عارف يجاوبه، ان هو بيأجله خطوة. طيب ماشي، موافقك ان الكون، الحياة على الأرض نشأت من كائنات فضائية، مين اللي كون كائنات فضائية؟ الله؟ ما وصلنا لنفس الأمر. لا، نشأت بالصدفة. هنرجع لنفس الموضوع، الكائنات الفضائية اللي نتجت من وحيد الخلية ازاي اتكونت؟ ما تعرفش، يبقى لسه السؤال بدون إجابة عندك يا من ترفض وجود الله. هضرب لحضراتكم مثلا، راجل ماشي في غابة مثلا، تخيلوا احنا ماشيين مع بعض في غابة ولقينا كورة بلورية، عارفين هالكور دي اللي بتبقى مليانة مية وجواها حاجات بتلمع وتماثيل وحاجات زي كده، الجلوب. لو شفت حاجة زي كده انت وماشي في غابة موجودة على الارض، هل في اي احتمال غير ان هو احتمال واحد ان هذه الكرة حد سابها في المكان ده؟ هل في اي حد بيفترض من حضراتكم ان الكرة دي وجدت من الطبيعة؟ لا سمح الله، ممكن حد يقول الكلام ده؟ ما اعتقدش واحد فينا. لو انا ماشي ومجموعة من الناس
وشفنا الكورة البلور دي اللي موجودة على الأرض وجواها تمثال حلو ومليانة مية وحاجات بتلمع فيها، وقالوا ده حد نسيها في المكان ده، ونقول لهم لا دي من فعل الطبيعة، هيقول علي انت عبيط مجنون. طيب الكرة دي صغيرة، لو الكرة كبرت شوية هل حد يقدر يقول برضو الكرة دي وجدتها الطبيعة؟ ده المفروض تبقى أصعب، ولا هيقولوا برضو حد أحسن صنعها وعمل الكرة البلورية الحلوة اللي مليانة حاجات بتلمع وتماثيل جميلة دي حد عملها وسابها في المكان ده؟ أعتقد موفين على نفس المبدأ. فلو بدل ما هي لو كرة 10 سنت لو بقت متر، هقول نفس الموضوع، مش هقدر أغير كلامي. طب لو كبرت بقى حجمها نص قطرها كيلو، هغير كلامي؟ مش هقدر. ليه بيجوا عند الكون اللي هو أجمل وأروع من الكور البلورية من الجلوبس اللي احنا بنشتريها دي، وباجي عنده بقول ده وجد هكذا؟ ليه عند ده بقول وجد، وعند الكور البلورية لو لقيتها في غابة هقول مستحيل ان هي تبقى وجدت هكذا؟ ليش معني ليه الكلب مكيالين؟ اللي فهمني في المثال ده يكتب لي 7، واللي ما فهمنيش يكتب لي 5 وعيدها مرة تانية. طيب حاضر أستاذ بوب، هعيدها مرة تانية. لو أنا ماشي، رحنا كلنا كده 500 فرد اللي موجودين في الروم ماشيين في رحلة خلوية في الغابة، ولقينا الكورة البلورية اللي هي اللي بنسميها بالإنجليزي جلوب، اللي هي بتبقى مليانة بيبقى فيها جواها شكل تمثال ولا شكل لعب، والحاجات الفضية دي اللي بتبقى لما بنحركها بتعمل الرسومات الجميلة. لو احنا ماشيين في الأرض ولقينا حاجة زي دي موجودة على الأرض، هنقول حد نسيها في المكان ده؟ ما اعتقدش ان حد فينا من الخمسمية اللي موجود هيقول لا دي وجدت بفعل الطبيعة. فإذا كنا بنقول على الكرة الصغيرة دي مستحيل إن هي تكون وجدت بفعل الطبيعة، ده حد نسيها، حد عملها وسابها في المكان ده عن قصد أو دون قصد. ولو كبرت شوية برضو هقول نفس الكلام. فليه لما تبقى كبرت جدا اللي هي بحجم الكون، ما هو الكون عبارة عن كرة بلورية في حاجات بتلمع النجوم وفي التماثيل الصغيرة الكرة الأرضية والأقمار وحوالي الكائنات الحية، الأصعب بكتير وأعقد بكتير وأنظم بكتير وأحكم بكتير من البلورة اللي احنا بنشتريها الجلوب. فليه ده أقول مستحيل تكون وجدت لوحدها، ده حد نسيها في الغابة، والكون كله أقول ده وجد لوحده، محدش حكيم ذكي عاقل صنعه؟ ده مثال أتركه لأي إنسان لا يؤمن بوجود الله يفكر فيه. الحاجة التانية اللي عايز أقولها، مثال تاني برضو نفكر فيه. إيه رأي حضرتك لو أنت ماشي في الأرض ولقيت رسالة مكتوبة على ورقة أو مقالة مكتوبة على ورقة، واحد بيوصف نفسه بيقول إيه؟ أنا فلان، لوني أبيض، طولي 6 أقدام، عيني بني، شعري أسود، بتكلم اللغة الفلانية، بحب الحاجات الفلانية والكلام من ده. هل في أي حد من حضراتكم هيفترض أن الورقة المكتوبة دي وجدت من الطبيعة ولا بفعل فاعل واحد كتبها؟ لو حد لقي جواب في الزجاجة دلوقتي هل هيفترض أن البحر وجدها؟ ما أعتقدش. مطلوب القبض عليه أستاذ. ما اعتقدش ان حد فينا هيفترض ان دي وجدت لوحدها بفعل فاعل، حد كتب الرسالة دي، حد كتب الوصف الدقيق ده. نقبل هذا ونتفق على هذا ونرفض اعقد رسالة موجودة في الانسان وهو الاحماض النووية الدي ان ايه، ونقول وجدت بالصدفة، اللي تحمل وصف بالكامل، الطول واللون الجلد ولون الشعر وغيره من ملايين الصفات. اجي عند الدي ان ايه واقول وجد بالصدفة، واجي عند رسالة حتة رسالة صغيرة مكتوبة في نص ورقة واقول دي مستحيل تكون موجودة بالصدفة.
فأسأل ليه الكيل بمكيالين. الدي ان ايه عبارة عن رسالة من احلى ما يكون ومن احسن ما يكون ومن ادق ما يكون، ومش رسالة بقى سطرين ثلاثة، ده ملايين، ده ولا موسوعة مكتوبة عليها، موسوعة بتفصيل بدون خطأ واحد، لان لو خطأ واحد يحصل سرطان. اجي عند الرسالة واقول دي صحيحة كاتبها واحد ملهاش حل تاني، واجي عند الدي ان ايه اقول موجود بالعباسية. مع ملاحظة ان اللغة الانجليزية 26 حرف واللغة اليونانية 24 حرف. اللغة اليونانية على سبيل المثال في الكتاب المقدس 5624 حرف كلمة. وانا عارف ان اللغة دي انتجتها عقول ذكية الانسان على مدار ازمنة طويلة جدا. والدي ان ايه اربع حروف بس، الادينين والجوانين والسيتوزين والثيامين، طبعا بيختلف من 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 ار ان ايه لدي ان ايه، لكن الاربعه اساسيين. والمفردات والاكواد اللي موجوده فيه مش قادرين يكتشفوها كلها لغايه دلوقتي. يعني الانسان احتاج يعمل 26 حرف عشان يطلع لغه، وربنا باربع حروف بس عمل لغه محدش فاهمها لغايه دلوقتي في الدي ان ايه بالتفصيل، فاهمين بعض منها مش كلها. واقول ان اللغه المكتوبه دي من صنع انسان، والدي ان ايه موجود بالعباسيه. فاهمين حضراتكم اقصد اقول ايه؟ نفس المثال بكرره مره تانية بطريقه تانية. لو انا مشيت في صحراء ولقيت انيه فخاريه في مكان مهجور، هقول ان كان في ناس عايشين في المكان ده ودي الاثار بتاعتهم. ما شفتش عالم اثار ماشي في مناك في اماكن بينقب ووجد الاء انيه فخاريه قال دي وجدت بالصدفه، ده مش مكان كان ناس فيه عايشه. والهيكل العظمي بتاع الانسان الادق ما يكون اقول ده وجد بالصدفه بالعبثيه. والانيه الفخاريه الاقل منه بكتير انا متاكد ان حد عملها عاقل ذكي ازاي. وده كله سامحوني اقول عليه الكلب مكيالين. مثال ثالث رابع للتفكير، لو انا لقيت انسان مقتول مذبوح مضروب بطلق ناري، هقول ان هو مات بفعل فاعل. ما اعتقدش ان حد من الشرطه بيقول الانسان اللي اتذبح ده ما ماتش بفعل فاعل، وجد انه. وده اللي بيسموه اللي هو الانتليجنت كوز او السبب الذكي. فازاي اقبل ان انسان بفعل فاعل يفقد حياه وليس بفعل فاعل يكتسب حياه؟ يعني اخر ينزع منه الحياه وبيفترض ان هو يعطي لنفسه حياه، ده مستحيل. نترك النظرتين دول ونجه لوجهة نظر تالتة من زاوية تالتة. كل كائن محتاج لآخر، والاحتياج ده لا يتوقف. يعني الكائن عشان ينقسم محتاج يتغذى على كائنات تانية أو حتى على مواد تانية. ما اكتشفوش الكائن لغاية دلوقتي ولا حتى النباتات اللي بتمتص أكسجين وتعيش، لازم معاها مواد عضوية تانية، ويحتاج خبرة. والكائن الأقوى هو اللي ينقسم، بمعنى إن الإنسان الكائن وحيد الخلية بيفضل يتغذى لغاية ما يكبر، بعد كده ينقسم اتنين. النباتات تتزرع بذرة وتفضل تكبر ولغاية ما توصل نبات أو شجيرة أو شجرة ويبتدي يدي الثمار بتاعته. حتى الإنسان طفل ويكبر لغاية ما يوصل لمرحلة عمرية معينة يكون في أقوى مراحله، يبتدي يولد، يبتدي يتناسى. يعني الانقسام من الأقوى للأضعف. يعني الخليتين ناتجين عن انقسام كائن وحيد الخلية بيكونوا أضعف من الكائن وحيد الخلية. دايما الناتج اضعف من المصدر.
في كل الكائنات من وحيد الخلية لأعقد كائن وهو الإنسان، في كله اللي بينتج هو الأقوى، والمنتج الجيل الجديد أضعف. ولكن أصحاب النظرية بتاعت أو فرضية التطور أو الإنشاء والتطور بيفترضوا أن الإنتاج أقوى من الأصل. يعني يفترضوا كائن ثنائي الخلية اللي تكون من وحيد الخلية، وثنائي الخلية أقوى، أنتاج وحيد الخلية، وهذا ما هو ضد الطبيعة اللي بيفترضوا ويقولوا إن هو وجد بالطبيعة. وحتى الكائن الأولي اللي وجد من حاجات هو أقوى منها وهي أضعف منه بيقولوا إن هو وجد هكذا، وده أيضا مستحيل، لأن ده ضد الطبيعة اللي بيقولوا إن الطبيعة مصدر الحياة. فازاي الطبيعة تخالف نفسها علشان تدي الكائن الأولي ويستمر؟ القاعدة دي أنا قلتها لحضراتكم قبل كده، اللي هي particular cause produce a certain event، يعني سبب معين ينتج حدث معين. فإيه السبب اللي خلى الخليقة تنشأ؟ ويقول same cause will produce same effect، نفس المسبب ينتج نفس النتائج. وليه رغم نفس الظروف، نفس الأرض ونفس المكونات، ومفيش كائنات بتتكون من أول وجديد، ومفيش سمك بيتطور من أول وجديد ولا البرمائيات، مفيش قرود بتتطور لإنسان تاني دلوقتي، ليه؟ رغم نفس الأسباب ما بتدنيش نفس النتائج الآن. ليه رغم نفس الظروف ما بتتكررش النتائج؟ وده يشهد ضدكم. عارف طولت عليكم، بس سامحوني تحملوني شوية صغيرة، طالما فتحنا الموضوع ده نتكلم بقى فيه شوية. التطور بيقوله عبارة عن ايه؟ طفرات حصل لها انتخاب وبقت هي الأحدث. الحقيقة الطفرات علميا مفهومها كده خطأ. أول ما بنسمع الطفرة بنعرف إن هي ده تطور، وده مش صحيح، ده اللي أقنعونا بيه، ولكن ده علميا لا. الطفرة هي تغيير وليس تطور. قليل جدا منها اللي ما بيهلكش، وعادة الطفرة بيكون سببها هلاك قاتل للكائن اللي بيحصل فيه الطفرة. هل في فرق ما بين النوعين، الطفرة اللي ما تموتش والطفرة اللي ما تموت؟ ايوه في فرق معروف جدا. عارفين ايه؟ الطفرة اللي ما تموتش اللي هي تكون ليها عامل خارجي جاية من الخارج، يعني اتنين يتجوزوا تطلع طفرة صفة جينية فجاية من الخارج ما تموتش، تزوج حصان بحمار يطلع طفرة اللي هو البغل، وده عوامل خارجية. لكن الكائن في داخله تحصله طفرة، الطفرة دي تموت، لأن الطفرة دي هي بتحصل أثناء نسخ الدي إن إيه، الحامض النووي. وأثناء نسخ الدي إن إيه يحصل فيه خطأ ليس خارجي، ولكن من ذاته النتيجة بتاعته تكون مميتة. لو كان عديد الخلايا زي الإنسان، أول ما يحصل خطأ في نسخ الدي إن إيه بيطلع سرطان، بالضبط هي الخلايا السرطانية. وعشان كده الطبيعة وحتى طبيعة الإنسان نفسه بتدافع ضد الطفرات اللي هي أخطاء. فالطفرة في معناها الداخلي خطأ، والطفرة في معنى خارجي ده تغير. طيب لو حسيت ان انا طولت على حضراتكم، اللي عايزنا وقف يكتب لي اتنين وانا وقف. لو عايزين اكمل في الموضوع ده شوية صغيرة تحت امر حضراتكم، انا مش عايز اطول عليكم. لو بالفعل في ناس ابتدت تتضايق او تتخنق اكتبوا لي وانا تحت امركم، ممكن اوقف كفاية كده. طيب اشكركم على تشجيع، ربنا يبارك حضراتكم. الدي ان ايه بيتصلح ازاي؟ بيتصلح بحاجة اسمها الدي ان ايه بوليميريز، يعني نسخ الدي ان ايه لما ينقسموا اتنين وكل واحد يكمل الكومبلمنت المكمل ليه، ده فيه بيجي واحد بيراجع كده زي استاذ يصحح، اسمه الدي ان ايه بوليميريز.
باستمرار يصحح أي خطأ في الحمض النووي أثناء نسبه، اللي هو مجموعة A و B و C و D و X و Y و R T اللي هي بيسموها proofreading. عدوا الكلام ده مش مشكلة. لو فلتت من خطوات التصحيح يطلع سرطان. فالسرطان اللي حضراتكم بتسمعوا بيه دلوقتي ومرض مشهور جدا، هو عبارة عن خطأ في أثناء نسخ الـ DNA في خلية في جسم الإنسان، والخطأ ده ما تصححش بالـ DNA بوليميريز، فلما فلت من تصحيح الـ DNA بوليميريز اتحول سرطان. ويفترض أن السرطان القاتل للإنسان هو اللي خلى القرد يتحول لإنسان. هل هذا يقبل؟ والطبيعة تعمل على منع الطفرات اللي هي أخطاء نسخ مميتة، واللي يرفض وجود الله يعتبره إن هو ده أساس الخلق والتطور. لكن زي ما قلت، في طفرات بخلط الأنواع قديما أو حديثا زي أيام مندل وغيرهم، ده صحيح موجود، تزاوج أنواع بأنواع مختلفة يطلع نوع ثالث متطور أو متغير. ولكن كائن يعني نوع لنوع، نوع أبيض مع نوع أحمر يطلع نوع بنفسجي ماشي، لكن نوع أبيض مع نوع أحمر يطلع فراشة، لا ما بيحصلش. التغيرات الجينية بدون إضافات خارجية دايما نتيجتها أسوأ، وهي عادة قاتلة. فازاي يقولوا عليها ان هي اتطورت؟ مش عارف. سيبوا الثلاث زوايا اللي اتكلمت فيهم لغاية دلوقتي ونبص للموضوع من زاوية رابعة، نركز على الانسان بقى نفسه شوية. لو اللي بيقروا لموضوع تطور الانسان بيقولوا الانسان اللي ظهر اللي هو الهومو ده من 2.8 إلى 2.4 مليون سنة، وده ظهر في أفريقيا اللي هو هومو هابيلس. ده مر بمرحلة تطور من 1.6 مليون سنة إلى هومو ديفلينس. وده تطور مرة تانية من قرب 1 مليون سنة إلى الرودونيسس الهومو أيضا، اللي هو بس الإنسان مش العاقل. لغاية من 70,000 سنة ظهر عندنا الهومو إريكتس اللي هو الإنسان المنتصب الواقف، مش القرد اللي بيمشي على إيديه ورجليه. وأخيرا من أقل من 40,000 سنة اللي هو الإنسان العاقل الهومو سبينيس. كويس؟ نقول لهم اثبتوا، يقولوا ما فيش دليل بس دي من فترات طويلة، وادي الحفريات وادي غيره، واتكلمنا على موضوع الحفريات بتفصيل قبل كده، هعيد باختصار لو جه وقت النهاردة يكفي، لكن ده مش موضوع الآن. طيب انا مش هصعبها على حضراتكم يعني بتقولوا بتاع التطور، بتقولوا الانسان على طول الزمان بيتطور، والانسان كمان بعد مش عارف كام الف سنة هيتطور. طيب انا هديكم حاجة سهلة تثبتولنا بيها ان كلامكم صح في تطور الانسان. مقياس. يعني ايه مقياس؟ الانسان بيخلف جيل متوسط كل 35 سنة، يعني انسان يتولد يكبر ويبتدي يخلف الجيل اللي بعده على سن 35 سنة متوسط. كويس؟ يعني لو محتاج استنى 1000 جيل عشان اشوف تطور الانسان كمثال، عشان اشوف الانسان اللي هيتطور احدث، طب انا هوفر لكم 1000 جيل تقدروا تعملوها الايام دي وورونا التطور. المثال هو بتاعي بكتيريا زي الاشريشيا كولاي، ودي اشتغلت عليها. الاشريشيا كولاي هي البكتيريا العصوية، بتنقسم تقريبا كل 15 دقيقة. يعني بدل ما عندي جيل بيطلع كل 35 سنة عندي جيل كل 15 دقيقة. بدل ما استنى 1000 جيل عشان اشوف تطور الانسان، طب ما تفضلوا 1000 جيل في البكتيريا ورونا تطورها. يعني في الجيل الواحد في الانسان هيكون طلع عندي 1,200,000 فانا مش محتاج استنى 1000 جيل للانسان عشان توروني الانسان بيتطور، لا ده انا في 35 سنة هتكون وريتوني
مليون جيل ومتين ألف للبكتيريا، وروني التطورات اللي بتحصل فيها لو تقدروا. والإنسان على فكرة بيدرس إشريشيا كولاي من زيادة عن قرن، وإشريشيا كولاي ما تغيرش لا سمح الله، ما تغيرش من جنس لجنس تاني. يعني خلال ثلاث أجيال للإنسان إشريشيا كولاي تعدت الاثنين مليون وشوية جيل، actually حدود حيبقى أربعة مليون جيل. يعني إشريشيا كولاي في مدار قرن عد عليها أكتر من ثلاثة مليون سنة بمقدار الإنسان في أجيال الإنسان كنسبة وتناسب. مئة سنة للإشريشيا ده ثلاثة مليون ولا اثنين مليون وشوية للإنسان، من ساعة ما ابتدى يقولوا القرد ابتدى يتطور للإنسان. كويس؟ غريبة ان الانسان من 2 مليون سنة ابتدى يتطور وتمر بمراحل كتيرة جدا في التطور وشغال مستمر، والاشريشيا اهي قاعدة قدامنا ولا بتتطور ولا بتعمل حاجة. مش غريبة؟ وادي اشريشيا قدامكم، خدوا سنين حطوها وفضلوا زرعوها في بيئة صالحة وتتطور تنمو بجيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، وروني جيل جديد يطلع إشريشيا بتعمل أي حاجة جديدة غير الجنس الإشريشيا كولاي. هل هتطور مثلا مرة تبقى بكتيريا ولا أميبا ولا طفيل، ولا تطلع في مرة من المرات تبقى نبات ولا برمائي؟ عندكم أجيال أهي للصبح جربوها من إشريشيا كولاي، مش محتاجين نستنى ألف جيل للإنسان عشان نشوف التطور الجديد. عندكم الإشريشيا كولاي في 35 سنة هيكون عدى على مراحل الإنسان من ساعة ما ابتدعتوا تقولوا إن هو من مليون ومتين سنة ابتدى التطور، أسف من 2 مليون واربعة من عشرة سنة ابتدى التطور. طب اتفضلوا أهو. ففكرة تغير جنس الجنس آخر ده مستحيل وده غير موجود، وأهو ضربته لكم بمثال حقيقي. ده بالإضافة أنا بدي بمثال بسيط جدا يعني بسهل الأمور. يعني إيه؟ البكتيريا إشريشيا كولاي عشان تتطور لنوع لجنس تاني محتاجة جين ولا اتنين جين بس تتغير. الإنسان المعقد عشان يتطور من قرد الإنسان محتاج تغيرات في جينات رهيبة. فالإشريشيا ما بيحصلش تغير في جينين عشان تتطور وتبقى نوع تاني الجنس تاني. وعايزين تقنعون ان الانسان القرد تطور حاجات كتيرة جدا في جيناته عشان يوصل الانسان الحالي في زمن اقصر من البكتيريا؟ يعني المفروض تكون البكتيريا اسهل بكتير. ده انا بتكلم على البكتيريا اللي فيها 4228 كود جيني، مش الإنسان اللي فيه 2.9 من 10 بليون كود. يعني واحد ولا اتنين في البكتيريا، واحد تغير في البكتيريا يخليه جنس تاني يساوي 670، محتاج 670 ألف تغيير جيني في الإنسان عشان يتغير لنوع تاني. فاهمين يا أقصد أقول إيه؟ يعني البكتيريا عشان إشريشيا كولاي تتغير من جنسها لجنس تاني محتاجة تغيير في كود واحد جيني. عشان الإنسان يتغير من جنس لجنس تاني والقرد يبقى إنسان محتاج 670 ألف تغيير. الإشريشيا ما حصلش فيها التغيير ده خلال كل كمية البلايين من الأجيال بتاعتها، والإنسان حصل. مش حاجة غريبة؟ ومطلوب أصدق الكلام ده. يعني على المقياس ده المفروض لو البكتيريا في خلال 35 سنة تتطور، لو ما تطورتش لأنها فترة مش كافية، يبقى الإنسان 821 تريليون سنة ما تكفيش إن الإنسان القرد يتطور لحاجة أعلى منه بسيطة. فاللي بيقولوا 2.4 من 10 مليون سنة غلط. ده بالإضافة لمعدل التكاثر. أنا ماسك مثال الإشريشيا، ممكن أمسك مثال تاني، بعض النباتات اللي بتنتج ملايين البذور
ما بتتطورش البذور بتاعتها لنوع نبات تاني، جنس آخر مش نوع، أنا آسف، عشان النوع ممكن الإنسان يتطور من أو يتغير من أفريقي لأبيض وغيره، لكن يتطور من قرد لإنسان لا، فالجنس لا يتغير. عشان كده الكتاب المقدس يتكلم على ربنا خلق الأجناس ولبيئة أنواع مختلفة، لكن ما خلقش، ربنا ما بيتكلمش أن الأجناس تتطور. كويس؟ طيب تاني يا أستاذ الحبيب بسوزي، هنتكلم على الجنك دي ان ايه تاني؟ عدم علمنا بالدي ان ايه الكامل نرجع نقول عليه جنك؟ ما علينا. لو أضفنا معدل التكاثر، يعني الإنسان متوسط 5 أولاد، 6 أطفال، نباتات بتنتج 1,000,000، نباتات ما بتتطورش، مفترض أن الإنسان في الجيل بيطلع 5 ولا 6 هو اللي بيتطور، والمفروض أقبل ذلك. يعني بالأرقام الإنسان اللي يتطور في خلال 40,000 سنة ده مستحيل. فأقدر أجاوب على السؤال ده، هل أول إنسان خلق عاقل؟ آدم، أيوة عندي دليل، لكن هل أقدر أقول أول إنسان عاقل هو نتيجة للتطور المراحل دي؟ ده كان شكل القرود من 5,000,000 سنة، ده شكل القرود من 3,000,000 سنة، ده من 2,000,000 ابتدى يبقى شكله كده، من 1,000,000 ابتدى يبقى الإنسان الإريكتوس المنتصب لغاية ما وصل لمرحلة الإنسان العاقل، ومن 7,000 سنة بدأت الحضارات. دليل، وديت لكم مقاييس تقيسوا عليها ومش هتقدروا تطبقوها. الحقيقة لو ابتديت اتكمل في الموضوع ده اللي هو هومو هابيلوس، القرد اللي بيعتبروه منتصب غير عاقل والكلام ده كله، هدخل في كلام كتير قوي، والحقيقة مش عايز اطول على حضراتكم. ف الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده مرة من المرات في موضوع هل الحفريات تثبت خطأ الكتاب المقدس، اتكلمت عنه تفصيلا، فحد اللينك لحضراتكم وتوقف عند هذا الحد. لو عايزين نبقى نكمله مرة تانية نكمله، بس انا حبيت احط شوية اسئلة وادور هل حد هيعرف يرد عليها في الاسئلة دي ولا لا، ومحدش يطلع يقولي ده فيه ادلة الحلقة الوسيطة ولا الادلة بتاعة الجنك دي ان ايه ولا الكلام ده. هتهلي من الاول، سامحني في اللفظ، ما تكروتنيش، هاتلي من الاول ازاي تكون الحمض الاميني لغاية ما تكون السيتوبلازم، والخبرة تكونت من فين، والحياة من فين، عشان اسيب الايمان بالله اللي انا حاسه شايفه ولمسه، واؤمن بالعلم الغيبي الذي لم يكتشف بعد. ربنا يبارك حياتكم، وخلونا